شوبينج صار أحيانا على ام تي في ضمن برنامجنا شوبينج باي بست سيلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا، وتتصلوا فينا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. سلاد أول إن وان مش معقول إلا ما كل بيت بيعوز يستعمله يومياً. أول شي من بعد ما نغسل الخضرة بنشفوهم بسرعة بهالطريقة الهينة، ومع فراتة نوقفها بكبسة زر. بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضرة والفواكه. فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندورة والبطاطا تنعمل فريت إذا بدنا، لأنه بتقطع بعدة موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاولة كمان. سلاد أول إن وان مصنوعة من مواد بلاستيكية كتير قوية وما بتنكسر. فيكن تحصلوا عليها ب $36 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هيدا السيت مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي. ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10×18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا ابدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال. فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب $139 بس، وبيطلع معهم هالهديه عصاره على الكهرباء، وما بقى نعصر بايدينا ونتعذب. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. كوكينج بوك الأصلي شكله مثل المجلد، إنما بيحتوي على 4 شوبينج بوردز ب4 ألوان مختلفة، وكلهم فينا نقطع ونقص عليه نوع معين من الأكل، يعني الأحمر للحمة بس، الأزرق للسمك وكل أنواع الفريدومير، والأبيض للأكل المطبوخ أوريدي مثل روتي مثلاً، والأخضر أكيد للخضرة والفواكه. كوكينج بوك الأصلي ما بينكسر قد ما يقع على الأرض وقد ما نشد عليه. مصنوع من بولي بروبيلان، وبتحصلوا عليهم ب $30 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55. قدام نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير وعذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فيبراتون ماكس الجديد انحلت هالمشكلة. فيبراتون ماكس كتير قوي وسريع، بيبرم لحد 900 برمة بدقيقة تيعطينا النتيجة اللي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحط عليها، وشد العضل وإزالة الترهلات تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فيبراتون ماكس فينا نستعمله نحن وعم نحضر تي في، أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى، وبحيالة محل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقايق كل يوم. فيبراتون ماكس فيكن تحصلوا عليه ب $88 بس وين ما كنتوا بلبنان، ما لكم إلا تتصلوا ببست سيلر على 01 44 55 55، وبيوصل لعندكم فري ديليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع البلو ما بقى نعطل هالهم، لانه بتناسب كل الناس. فيها 65 مليون مايكروبيتس، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعية يلي اخدناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعية جالسة للعمود الفقري من الرقبة لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو. مغلفة بقماش بيتنفس لنوم منعشة وصحية أكتر. وهالمخدة لأنها مش قاسية بتمنع تجاعيد الوجه إنه يتطوروا ويزيدوا، كما إنه بتساعدنا على عدم الشخير لأنه وضعيتنا بتكون سليمة كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب $26 بس وين ما كنتوا بلبنان، فري ديليفري. اتصلوا على بست سيلر على 01 44 55 55.
لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب 45 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببسالر على 01 44 55 55. شو أورجانايزر هالشبه الخزانة يلي بتنظم وبترتب الشوز؟ شو أورجانايزر مصنوعة من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منا تقيلة بالحمل. شو أورجانايزر بتساعد 12 جوز أحذية مقسمة مثل ما شايفين لكزيات مرتبة، وإلا غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا أنه نختار الشوز يلي بدنا. يسا مناسب كتير 55 ب60 سنتيمتر وارتفاع 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت أو بأرض الخزانة، وفينا حتى نوقفها ونترك كظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم. ب26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01 44 55 55. هول كانوا الايتيمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بستلر على 01 44 55 55 حتى بعد الحلقه. تابعونا دايما على MTV.